فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال الضيوف. نحكيو على مقابلة الجولة 13 للبطولة مع اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني أنيس العيار. أنيس، أهلا بيك. مرحبا بيك سليم، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. شنو الأمور خويا؟ والله في خير ونعمة، نسلم عليك، نسلم على السادة المشاهدين بلاتو المستمعين. وأكيد إن عندنا جولة مثيرة شوية، زعما هذيا داروا مجهود مثيرة شوية، فيها نتائج بون ماهي سيربريز، أما بدات تشويه كذلك، بدات الجمعيات تاكا تلقى في رواحها، بدات على المستوى بون، ثم على المستوى البدني ثم اشكاليات، لكن تحس على المستوى الفني ثم اهداف، ثم تشويق. ماذا بينا نكمل من بعد التلف هذايا، ما عاودوش نبنيو من الجديد وترجع كما فرحنا التشويق وترجع اهداف ونرجع نتمتعوا بالبطوله نتاعها. جوله تعرفنا بعد على بطل الخريف وترجي بطل الخريف بعد فوز المتلوي انيس 2-1. يقول لي الترجي اللي تونسي معناتها على الورق كان معناتها فافوري، نعرفوا اللي المباراه ما كانت سهله لي، يقول لي هدف في اول المباراه وهدف في اخر المباراه، ياكد يقول لي صعوبة ملعب المتلاوي، اكيد انه الترجي اللي تونسي في المباراه هذوما حتى ما يكونش في افضل مستوياته ينجم يربح ثلاث نقاط، وهذا اللي رينيه على دو بالاريتي، وخاصه في الهدف الثاني لهنا ممكن اللي كانوا موجودين في على عين المكان في الميدان الهدف معناتها كما نقولوا احنا يتسمى على معين شعباني، على خاطر البدري وقتها كان هو التيرور في شوط البلاريتي، وصار تغيير يدول لي كومينيكاسيون مع معين، باش كيما نقولوا احنا صارت البلاريتي وكان في تقديرها بدران ولقينا البدري في الهدف. هنا نحس انه الترجي الذي تونسي بطل خريف عن جدار، رغم بدايات الصعيبه في البطوله، نعرفوا انه لقى صعوبات، ثم برشا كريتيك كان على معين وعلى الترجي الذي تونسي فنيا، لكن الترجي بعد مع تويل المباريات ومع تويل الجولات بدا يلقى في الاوتوماتيزم نتاعو، وخاصة الانتدابات اللي بدات تعطي في الاكل نتاعها البدري مرزوقي بالرمضان، بالنسبة لي الانتداب واحسن انتداب في الترجي في الفترة الأخيرة. ديربي يانيس الملعب التونسي النادي الافريقي اكيد 2-2 بين الزوز جمعيات، برشا حكيو على مقابلة ممتازة. يانيس شنو رايك أنت؟ أنا ما ريتش حاجة، ريت الأهداف، ريت التشويق من ناحية ضربة الجزاء والشيء اللي صار في المستطيل الأخر. فنيين ما ريتش حاجه كبيره لا من الترجي لا من الملعب التونسي، الملعب التونسي ممكن في الشوط الاول كان افضل، كان خير، عرف كيفاش يتحكم في المباراه، وقت التون فور نتاعو ما عرفش كيفاش يستغل التون فور نتاعو، هو الوقت الباهي نتاعو كان نجم يسجل زوج ثلاث اهداف وكيما قلنا يتهنى على المباراه ويبعد على السيربريز اللي صاروا من بعد في الشوط الثاني. نادي الافريقي زاد كيف قبل برشا لاعب، ما كانش في بدايه المباراه مستوى، ما نقولش المستوى اللي عودنا به خاطر ما ريناش مستوى منذ بدايه الموسم، لكن النادي الافريقي كان اهون الاخير شويه، لكن الملعب التونسي كان يقتل المباراه نتاعو ويتحمل مسؤوليه، ما نمشيش نحكي على التحكيم، لكن يتحمل الملعب التونسي مسؤوليه اضاعته الفرص، مسؤوليه الوقت الباهي اللي جا في المباراه ما قطعش المباراه. من بعد كما نقولوا احنا صارت معناتها برشا حاجات، ممكن البارحه ممكن رينا الناس الكل في المافيولا شنو هي القرارات التحكيميه اللي صارت من سي نصر الله الزاويدي، لكن بالنسبه لي انا يكون دربي التشويق، دربي البلانتيات ودربي الاداء. لكن فنيا ملعب التونسي الشوط الثاني كان اريق كلي على المستوى البدني، ما كانش موجود تغييرات، غازي الغرايري اللي ما خلاش الملعب التونسي يكمل مباراته باريحيه خاصه على المستوى الهجومي، ومن بعد نجي نشوف ونقول انه النادي الافريقي كان اجريسيف اكثر، يحب كما نقولوا احنا عن النقاط نتاعو، ورينا شوط ثاني ممتاز. النادي الافريقي عندي مده ما ريتش الاجريسيفيتي، ما ريتش لاراج، ما ريتش الجرينتا، يدول عمل شوط ثاني، نقاط التعادل بالنسبه لنا، نقطه التعادل بالنسبه لنا، زوج فرق متعادله، مباراه ممكن ما وفتش بوعودها بما انه رينا بعض اخطاء تحكيميه نتجاوزوها، لكن فنيا نشوف شوط بشوط 45 للملعب التونسي الاولى و45 للنادي الافريقي، لكن نقطه النادي الافريقي يظهر لي غير كافي، يظهر لي نعرفوا الترتيب نتاعو والوضعيه الحاليه كانت تطلب ثلاث نقاط، لكن الملعب التونسي بالنسبه لي انا اضاع ثلاث نقاط كانوا في المتناول. انيس الكلوب نسخه قيس يعقوب ببدل حاجه، شفنا رسم تكتيكي جديد بثلاثه مدافعين في المحور، فما حاجه بدلها قيس والا ما فما شيء باقي الفريق يعاني؟ ليه هو قيس راهو ماذا بيه ما يغير شيء، يقعد بالاربع مدافعين، لكن ساعات يقول لك لضروره احكام خاطر الاظهر نتاعو هذول ماهوش موجودين على ذمته في زاد معناتها في زاد البشري اللي موجود، من بعد قيس يعقوب يخير انه يكون بثلاثه مدافعين
ثلاثة مدافعين خلى فراغات ظلهم من الملعب التونسي في الشوط الأول هذاك على اسم الملعب التونسي قاليفاي بلال الماجري لقينا المسعد يزيد كل ورقوش ايت مالك استغلوا لي فاي هذوما وقلقوا كان جات الاتاك نتاع الملعب التونسي في نهار كبير نادي فيقي ممكن الشوط الاول كان ينجم يخرج من هزم ثلاثه ولا اربع اهداف على الليترو وقيس يعقوبي ما عنده حتى حل معناتها يشوف بروندر دي ريسك على خاطر هذاك هو المنهج التكتيكي وهذاك هو الفكر التكتيكي لازمك تعرف به في ظل الغيابات هذوكم ممكن الكره انصفته والشوط الثاني كان ممتاز برشا يقول لي قيس يعقوبي يلزم يبني على الشوط الثاني مهم برشا الشوط الثاني ممتاز الشوط الثاني رينا فيه لاراج رينا فيه جرينتا رينا فيه برشا حاجات بوادر لكن غير كافي بالنسبه لقيس يعقوبي مطالب الهيئه اليوم انه تعمل له كاليفيكاسيون وتاهيل الملعبيه باش ينجم يتغير الشكل نتاع النادي الافريقي في الجولات القادمه. انت قريب من استاد انيس تقريبا حدث لي اليوم على هيئه جلال بن عيسى 13 جوله ثلاثه مدربين تغيير مدربين وين ماشي استاد بالطريقه هذه بالسيستم هذا نتاع المدربين. يقولوا لي سي جلال والهيئه المديره اليوم قاعدين يرخوا للضغط نتاع الفيسبوك بحق. في اوروبا نعرفوا اذا حطيت مدرب مهما تكون لازمك تحمل مسؤوليه قراراتك خاطر الشوار نتاع المدرب لازم يكون من اول الموسم وتعمل معاه بروجي وتعمل معاه مشروع. اليوم مشروع يتخلق في وسط البطوله وهذا هذا 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 هذا, هذا, هذا معناتها كما نقولوا احنا قاسي على الملعب معناتها برشا قاسيه على الملعب التونسي ثلاثه مدربين الثلاثه كل واحد الفكر نتاعو المجموعه قديش باش تتاقلم معناتها مع مدرب ثلاثه ماتشوات الاخر اربع ماتشوات ما تغيب هذه حاجه ماهيش مسلسل بها الملعب التونسي نعرف اليوم اللي برشا ضغط على المديره برشا نقد لكن شنو نقول انه كي تغير مدرب ولا تجيب مدرب لازمك تعمل دراسه يظهر لي نفسي في البيان من بعد المباراه فيسع صار شواء نتاع غازي الغرايري ما نتصورش انه في ساعتين تقريبا بعد المباراه لازم يكون حاضر من قبل المباراه غازي الغرايري ما خاطر انا سمعت قال في الحد الرياضي قال اتصلوا بيه بعد المباراه ممكن ينجم يكون خاطر هو حاضر يستنى اما نطورش فيسا يعلنوا على مدرب يعطي الموافقه نتاعو لكن ان شاء الله نقف عند غازي الغرايري المهم هيئه الملعب التونسي اليوم انها تسعى توفر الظروف الكل باش الملعب التونسي ينجح ما نطورش انه رئيس الهيئه نتاعو يخدموا في خدمه ضد الفريق نتاعهم هذا مستحيل لكن تعرف الضغط يولد برشا حاجات فهمت يولي برشا للهيئه المديره على معناتها على راس السيال بن عيسى برشا ضغط عليه مع الامور الماديه اللي مكرزه كما نقولوا احنا بالكوره على العالم كامل معناتها مش كان على الملعب التونسي الحق الهيئات المديره الكل نتاع الرابطه المحترفه الاولى يعني برشا ضغط والجماهير تطلب في حاجات يعني كما نقولوا احنا صعيبه في وقت صعيب كما توا اما ان شاء الله الفتره الجايه تخدم فيها اكثر الملعب التونسي جاي تريف جايه يبنيوا عليها يحضروا روحهم مليح وان شاء الله كما نقولوا احنا نشوفوا الملعب التونسي في الشوط الثاني من البطوله يكون افضل على جميع المستويات ويستقر الملعب التونسي على غازي الغرايري على خاطر كان باش نوليو في اربعه وخمسه مدربين نقول ان الملعب التونسي يلعب بالنار هنا. الاسعد الدريدي 5-5 في النجم الساحلي تقريبا نجم نقولوا بصمه نتاع الاسعد ما دام 5-5 بعد المشاكل اللي توالت في اول الموسم مش حط لها الاسعد انيس. حتى لا كل شيء لسعد المدرب انا راهو برشا ناس كي تسمعني نحكي اسلام على لسعد يقول لك عنده انتماء لسعد نحب نوضح انه لسعد الدريدي ما عندي بيه حتى علاقه وممكن عندنا سنين ما نتكلموش لكن منبهر ونكتشف في ملاعب يلعب معايا علاش الناس ما تتكلموش؟ والله ليه معناتها هو يخدم على روحه وانا معناتها في سنيه هو في سنيه فهمت في وقت ما نحاول نبعث له رساله نتاع تهنئه يرجع عليا لكن كل واحد ماخذ نيته وهو تعرف كان في النادي الافريقي برشا ضغط عليه اليوم كيف النجم ياخذ في جمعيه كبار كان في النادي الاسبيرسي معناتها كيما نقولوا احنا اللي بالي نتاعو فيت معناتها قاعد يتحول من مرحله لمرحله ما جاتش الفرصه باش نكونوا باتصال دائم هو ميخو كيما نقولوا احنا اشواط كبيره قدمهم قاعد نشوف في مدرب قاعد نشوف اللي ديكلاراسيون نتاعو الكالمه اللي ولات فيه لسعد تحس اللي لسعد يعني ريسبونسابل يعني اليوم لسعد يعني مهما مشى الجمعيه نجح فيها وخاصه الخمسه على خمسه اللي نحكيو فيها مش رو ازار يعني بالنسبه لنا مفاجاه مدرب يعرف يوصل مساج من لعبته يعرف يعمل الديسكور اللي لازمو يعمل يتعامل سواديزون مع لي ستار والكوادر النجوم في النوادي بكل صرامه وهذا هو المهم خاطر احنا ديما عندنا مدربين عندهم ضعف شخصيه نوعا ما من الاسامي ديما يحاولوا انهم يرضيوهم حتى كي ماهمش في اوج العطاء نتاعهم مع لسعد الدريدي حاجه مغايره هذاك علاش فين ما يمشي لسعد يخلي بصمه والبروفوني اليوم النجم الرياضي الساحلي 5-5 نتصور مع بعض الانتدابات النجم ينجم يكون رقم صعب ونجم يكون
منافس جدي على البطوله مع الترجي لاليكوز. اولمبي البيجي في حين رغم زوج مرسوات كبار في ثلاث ايام رغم ان الكلوب ماهيش في احسن حالاتها، لكن بعد الفوز على الكلوب ظهر الاتوال كانت رغم ان البيجي عمل ماتش باهي الا انه ما حالفهمش الحظ البارح. خليني اقول انه خالد بن يحيى غير شويه، خاطر في مفتاح تاع حب ولا تكره، مدرب خلوق ومدرب ممتاز جدا، مدرب يعني نتاع رابطه ثاني مش كانوا واضحين. مدرب شنو يا انيس؟ نتاع رابطه ثاني بالنسبه لي انا. علاش؟ نجح في الرابطه الثانيه وعمل نتائج ايجابيه والتجربه في الرابطه المحترفه تأمن. تتغير ما بين الرابطه المحترفه الاولى والرابطه المحترفه الثانيه تتغير برشا حاجات. تأمن فما مدرب تاع رابطه اولى ومدرب تاع رابطه ثانيه انيس؟ فما بيان سور. شنو الفرق؟ خاطر شوف الرابطه الاولى يعني حاجه اخرى. وهو جاء مخر شويه، مش كون واضحين راهو ما عنديش نقد بالعكس. انا أيه انا خاطر السيد عمل ليكيب محترمه برشا في سليمان كيف كيف، حتى باجا اول موسم كيف كيف تلعب مليح. سليمان كانت في الرابطه المحترفه الثانيه، واليوم باجا عمل معاه جمعيه، عنده فكر نظيف، مدرب نظيف، مدرب خلوق، مدرب يعرف شو يعمل، لكن الرابطه المحترفه الاولى عندها 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 تيب نتاع ملعبيه قباح. ملعبيه بالنسبه للكوره نقولوا زروس. وانت تعرف كي نقول لك زروس ملعبيه يعني نتاع فيستير وبرشا دولابات، ويعرفوا عندهم فكر، معناتها عندهم فكر على الرابطه المحترفه الاولى كيفاش تدار المباريات، ولعب فيستير واحد هو مدرب خلوق نظيف، ثم برشا حاجات تغيب عليه، مدرب فيلسوف في الميدان خدام معناها لكن نظيف تو في فكرتنا ولا عيب معناها نيسة؟ ليه مش هو عيب، هو انا ايش قلت لك؟ قلت لك راهو المدرب هذايا، المدرب هذايا حد الميدان، معناتها ثم راهو المدرب اليوم في تونس لازمك تكون عين على الميدان وعين على البرة باش لازم تنجح. المدرب هذايا خاطيه يخدم خدمته يروح للدار، كان جات الكرة تدار هكا راهي كلها لاباس الكرة في الشامبيونات تاع تونس. ثم كواليس أخرى هو اللي يقعد في طاوي، لا عنده علاقات، معناتها مش الإنسان يصلي دافي يخاف ربي خدام، عاطي حق خدمته، مش أنا اليوم باش نحكي عليه باش نشكك فيه، أنا قلت لك من خيرة اللي عندنا، لكن الفكر هو وحسب الرابطه المحترفه الاولى كيفاش تدار، وصعب اللاعبين والملاعبين كيفاش تتعامل مع المدربين والملاعبين تحي المدربين، يقول لي مع نظافته هو مع اخلاقه هو ما ينجمش يكون، لكن هو كي تعطيه مشروع وبروجي وتعطيه فريق باش يبنيه ينجم يبنيه لك ونجم يمشي بيه لابعد ما تتصور انت، لكن البروجي نتاع اولمبي البيجي ماهوش بروجي سبورتيف باش يكون شبان وباش يصنع اللاعب، ليه اولمبي البيجي راجع بقوه للرابطه المحترفه الاولى يلزم انه يعمل نتائج ايجابيه، انت هيك تشوف الرجيش اليوم الاولمبي البيجي قاعد يصنع في اللعب لكن النتائج ما تبعتش كبرت المجموعه شويه، هذاك هو ممكن تفكيري ليه. ما دام حكيت على الرجيش السي اس اس فوز جديد للسي اس اس ضد المستقبل واحد بلاش البارح، السي اس اس تقريبا ما يساومش على ميدانه في ظل صعوبات كبيره خارج ميدانه، لكن عارف في الطيب المهيري السي اس اس ديما النتائج موجوده. لقى صعوبات البارح مدير الفيقسي في الفوز على الرجيش، الرجيش مع سعيد السيبي يظل من احسن النسخ ممكن، علاش؟ خاطر هي المديره والاطار الفني اللي موجود اليوم في رجيش اخذ الفريق منذ زوز معناتها شهرين، اليوم شهرين خل كافيين باش ينجم يعمل البصمه نتاعو باش ينجم يفهم الجد البشري اللي عنده باش يوصل الفكر نتاعو للملاعبيه. رجيش ما عندهاش نجوم ما عندهاش دي ستار، لكن عندها سي دو جو معين، الناس كل تجري الناس كل تفك الناس كل تهجم، يعني ثم البلوك كيب وثم روح المجموعه مع سعيد سيبي موتيفي واول تجربته في الرابطه المحترفه الاولى، ديسكور وتعدى مع الملاعبين نتاعو، ورجيش قاعد يعمل في نتائج جد جد ايجابيه، ذولي مرحله جد ايجابيه، وحتى كي البارح في صفاقس عمل مباراه طيبه ما غير كومبلكس، سعيد سيبي ما مشاش لصفاقس باش يلعب 10 التالي كما برشا مدربين، وفكر نتاع مدرب اني ماشي لصفاقس تو نسكر ونلعب على التعادل، العاب معناتها كيما نقولوا احنا 50-50 50-50 العاب بالكره لازم يلعبها، قدم جازف، لكن نادر السفيقسي بالفتره اللي موجود فيها الحاليه، نادر السفيقسي تحسه اثر على الثلاث نقاط نتاعو ووصل للمبتغى نتاعو، علاش؟ خاطر نادر السفيقسي اليوم عنده فريق محترم رغم الغيابات اللي موجوده في مباراه البارح، كواكو، القروي، سكري، ذولي ثلاثه من افضل الموجودين كوسط ميدان دفاعي يفقدهم نادر السفيقسي، لكن نادر السفيقسي وما ننساوش الترابلسي زاد في وسط الميدان اربع بيفوات موجودين، لكن السفيقسي انتصر، لكن انتصر امام منافس جاي للسفيقسي حب على نقاط، حب على نقاط، ما كسبش النقاط لكن كسب كما نقولوا احنا جرينتا شخصيه فريق، حس ان رجيش مع سعيد السيدي قاعده تعمل في موسم ممتاز، ان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن، وان شاء الله تزيد تطور النتائج زي ما اللي رجيش يعمل اكسبلوا الموسم هذايا ويعمل لنا كما قلنا ترتيب محترم كما صارت مع برشا جمعيات قبل. اتحاد بن قردين تقريبا كما عودنا الموسم هذايا دفاع قوي
ويعتمد بهدف يحسم المقابلة نتاعو ويحد بلاش قدام السيابي. يقول لي اسلام نعرف ان الغيادات والعقوبات اللي تسلطت على كسوا سيف الدين بالعكرمي ولا منظر الجاسمي ولا بنترشة اثرت في مباراة النجم الرياضي الساحلي وخليت ممكن الفريق ديزيكيليبري، لكن اتحاد بنجردين عنده هجوم محترم نعرفه، دفاعه في علي العياري زاد غايب مباراة البارح، يعني كي تجي تشوف انت العكرمي وعلي العياري تفقدهم في مباراة البارح مهم برشا، لكن هجوميا قال غير سلاوي اللي عمل مباراة كبيرة، الحمروني من اللاعب اللي حكيت فيه انا وياك يقول لي في فترة قادمة وحكينا قلنا قلت لي انت ليه سما ما نعرفش شكون الظهير الايسري سميته لي، قلت لك هذايا من افضل الاظهرة معناتها اللي سميت لك فهمي بالمظهر اسنا ما عولش على ملاعب هذا ملاعب كان ينجم يعاون برشا ندرس شخصي ريني في جيبس كإعارة اليوم في بنجردين كإعارة قاعدة تتغل فيه جمعيته ندرس شخصي جمعية الأمة هيش قاعدة تتغل فيه، لكن قول اتحاد بنجردين رغم الغيابات انتصار مهم في نقاط أمام منافس جريح كما ندري بنزرتي مستحق للنقاط في 90+1 الحمروني بالانتريور مع بالانتريور نتاعو كورة يذولي جاب ثلاثة نقاط باش يكونوا ثمان برشا في بقية المشوار نتاع البطولة. هجوم اتحاد تطاوين مع شكر الخطوي ظهر لي ثاني مقابله ثاني فوز للخطوي، كيف كيف نجم نقولوا بدل شويه في وجه الفريق شكر الخطوي 3-1 قدام جي اس كار؟ بدل برشا شكري، انا من المدربين اللي نحب شكري، شكري مدرب نظيف خلوق ما عندوش ميل لحد يخدم ما يحبش يكون يحكم فيه، مدرب يحب يحط البصمه نتاعو يعرف شو يعمل شو ما يعملش، مشى مع ناس طيبين ناس باهيين يحبوا جمعيتهم، دوما جا وعطاوها كيما نقولوا احنا كواليس الفريق من اول مباراه ممكن في نهارين في ثلاث ايام ماهوش سحار لكن عنده ديسكور، نعم من بها رجع نفسيه كنت ملاعبي ونعرف انه يجي مدرب جديد يحاول كيما نقولوا احنا يغير شويه ويعطي موتيفاسيون ويحاول كيما نقولوا احنا يعمر الملاعبيه، عمرهم مليح انتصروا في باردو امام مش بسهل باش تربح الملعب التونسي في النايفر، والبارح انتصر على اضعف منافس وافشل هيئه في الرابطه المحترفه الاولى على سبيل القيروان، نتصور في التنيخات مهمين باش يخليه شكري خطوي يحضر مرحله الاياب خير، نعرفوا اللي شكري اليوم يقول لي تعدى فتره صعيبه مع نادي حمام لمف، موانزا كان ينجم كما نقول احنا يمنى حمام لمف لكن سوء الحظ ما كتبش انه حمام لمف يقعد في الرابطه المحترفه الاولى، لكن اليوم يرجع بقوه يعمل زوز انتصارات في التنيخات لحال تطاوين تغير من المشهد نتاعه وتغير كما نقول احنا في الترتيب ترتيب نوعا ما مريح، لكن العمل مازال يستنى في شكري. نكمل انيس مع مقابله سليمان والمستيزوس في رقة كاول وكذا، لكن الماتش كان انتهى بتعادل سلبي. مستير يذول لي رجعت من باب كبير، المستير يذول لي لسعد جرده حتى تقي في الرابطه المحترفه الاولى ورجع يخمم في الرابطه المحترفه الاولى بعد النتائج نوعا ما السلبيه في بدايه الموسم، لكن من بعد بدا يفهم انه ما تنجم تكون فريق خاطر هو قابل برشا نقد من جماهير الاتحاد المنستيري، عاود رجع الفريق عمل انتصارات تغير في المشهد نتاع الترتيب، كان من قبل يذولي الترتيب نتاعو قبل الاخرين، اليوم شوف النتائج بالانتصارات، الانتصارات يذولي عنده 5 مباريات ولا 4 مباريات ما نهزمش، نفع الجردة يذولي التواصل، وانك علاش حكينا قبيله قلت لي انت على الملعب التونسي 3 مدربين، اليوم شوف اتحاد المنستيري عمل موسم ممتاز مع نفع الجردة، بدا بدايه موسم كان جا رئيس ولا هيئه اخرى راهي تخليت على نفع الجردة، لكن التواصل وخلاوه امنوا به لما يعاود يرجع للاتحاد المنستيري، ومهم راهو ما نسقى قاعدين نراو في برشا مدربين مع نادي لسعد الدريدي مع نادي الافريقي وهو تنحى من بعد ولسعد الدريدي اليوم مع الاتحاد المنستيري، عمرنا مرينا في الرابطه المحترفه الاولى مع عدي معين ممكن اني موجود في الترجي التونسي مستقر المدربين الاخرين الجمعيات الاخرين الكل وسعيد السايب كل موسم وهذا برشا على الجمعيات وبرشا على الملاعبيه. باهي يعني كمان الذهاب شكون الملاعب يشد انتباهك تعتبر الافضل في الذهاب؟ نتصور محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان الملاعبي هذايا انا ما نقولش كرويا برك لكن نحب نشجع الملاعبي هذايا نقول الافضل على خاطر رجع بسبري اخر، ريت محمد علي بن رمضان الموسم الفارط وريت شكله في الموسم هذايا من الناحيه الكرويه، الملاعبي ولا يلعب السهل الممتنع، افيكاس في التراجي، ولا مؤثر، ملاعبي بالجرينت وبالخدمه وبالشخصيه نتاعو رغم اللي تعدى عليه عاود يرجع وحاسم في برشا مباريات خاصه مباراه الاخيره نتاع الكاليفيكاسيون نتاع الشامبيونز ليغ، تصور بالشخصيه هذه بالانضباط هذا شكون لازم يكون في اسم ستريس تراجي. شكون المدرب المدرب اللي شد انتباهك انيس؟ المدرب اللي شد انتباهي في الرابطه المحترفه الاولى بوك شوف ما فماش فماش حاجه تستحق ذكر، لكن تصور
نتصور سعيد السعيدي، نتصور سعيد السعيدي ونعطي 10 على 10 لسعيد السعيدي. في اقل من دقيقه قبل الاخبار تنجم تعمل التشكيله نتاع الذهاب انيس، ما كانش مبرمجه هي الحكايه. باهي تشكيله الذهاب نحط الحمروني على اليسار. جول عاد. نحط علي جمل. علي جمل كحارس مرمى. باهي. نحط الحمروني على اليسار. ونحط محمد بن علي لاعب النادر الشيخسي على اليمين. اي وسيف الدين بالعكرمي في قلب الدفاع مع شكون؟ مع بدران. ومن بعد نجي نحط ثلاثة بيفوات اللي هما محمد علي بن رمضان اولا. من بعد نجي نشوف ثم المناعبي بن عياد تاع مستقبل السليمان اسامه بن عياد اللي زكيف اي عمل اللي قاعد يعرف في موسم ممتاز صحيح. من بعد نجي نشوف بون في الملعب التونسي ما عنديش لاعب نتذكره في الوسط خاطر ديما على الزبيل شويه تلوج كيف استاد. لا يا خويا نحب موضوعيه لهنا الموضوعيه فوالا هذاك علاش بس ما نمشيوش نمشيو ولا الاربع سنين 3-1 نمشي بن عياد ونمشي معاه بالرمضان نحط الريجيسور اللي هو الياس جلاسي لي كولوار نحط نحط الهوني بالاصابه عمل بدايه موسم ممتاز. من بعد نحط الملاعب نتاع نادر الشيخ في سولا اللي انتدبوا نادر الشيخ في اخر مره أتكلم. ونحط كوليبالي مهاجم من النجم الشيخ اللي كان راس حرب. يعطيك الصحه شكرا لك انيس العياري على كل التفاصيل الفنيه اللي مديتنا بها الاخبار وبعد مواصلين في البلاي حتى 3:30.